صباح الخير متابعينا، اسعد الله اوقاتكم بكل خير. اذا يتوقع اعتدال الطقس تدريجيا خلال ساعات نهار هذا اليوم بمشيئه الله تعالى بعد البروده الكبيره التي عشناها في ساعات الليله الماضيه. يتوقع ان يكون طقس اكثر استقرارا في العديد من المناطق مع فرص لبعض الزخات المحليه من الامطار خاصه في المناطق الغربيه تحديدا فوق المرتفعات وبعض المناطق الساحليه. درجه حراره اليوم العاصمه الرياض تسجل 19 درجه مئويه تقريبا ما بين 19 الى 20 درجه مئويه في ساعات النهار، والاجواء غالبا صافيه بشكل عام بمشيئه الله تعالى. بالنسبه لدرجات الحراره المتوقعه اليوم العظمى والصغرى الليله القادمه نبداها شمالا من مناطق عرعر، تكون العظمى اليوم 13 صغرى 4 درجات، اسكاكا 14-8 وتبوك 18 الى 10 درجات مئويه. في المدينه المنوره 26-16، مكه المكرمه 32-23، في الطائف 24-13، في جده من 34 الى 24 درجه مئويه. المناطق الجنوبية الغربية أبها 23-9، جازان 29-24، وفي الباحة من 19-11 درجة مئوية. المناطق الشرقية في الإحساء 22-10، الدمام 22-15، وفي حفر الباطن من 17-10 درجات مئوية. ختاما في المناطق الوسطى الرياض تقريبا ما بين 19-20 درجة مئوية في ساعات النهار والصغرى 10 درجات مئوية، بريدة 22-11، وفي حائل من 16-9 درجات مئوية. تعود الأجواء خلال ساعات الليل القادمة تصبح باردة من جديد في العديد من المناطق وشديدة البرودة في بعض المناطق المكشوفة من المناطق الشمالية. هذا كانكم لدينا بشأن الأحوال الجوية، أتمنى لكم جميعا نهار سعيد أينما كنتم، دمتم بخير، إلى اللقاء.